من جملة ما مش نظموه هو إعلان عن خريطة الطريق المجتمع المدني للتصدي لقمع الشباب. هذه مش شائعة أعدادها ومش نعمل عليها يوم الأربعاء، لأنه مش إذا تعمل اجتماع وما يخرج منه حتى نتيجة، تعمل اجتماع يعني جماهيري ما يخرج منه حتى نتيجة، يلزم خريطة الطريق للتصدي لهذه الممارسات القمعية والعمل على إيقافها. ماذا بنا الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير يتحمل على عاتقه القضية هذه في جانبها الإداري ولا جانبها المؤسساتي، بمعنى أنه ياخو مواعيد نتاع مقابلات سواء مع وزارة الداخلية وإلا مع رئاسة الحكومة لطرح الموضوع هذا بجدية على الطاولة بالمرج، معناها نتاع أنه تنسيق يتفاهم، يا إما يمشي كائتلاف وإلا كل مرة تمشي منظمة ولا نقابة باسم الائتلاف المدني من أجل طرح الموضوع هذا. اللغة نتاع كونه احنا نحمو فيكم من ارهاب يلزمكم انتم اليوم تقبلوا تركوا للعسام، هذا المنطقة هذه ما عادش ياكل. بالنسبة لنا لا، المنطق الأساسي والرسمي هو منطق أنه اليوم لابد كما رحبنا قبل إمكانية أنه يصبح يتحول إلى أمن جمهوري، لابد من مواصلة هذا العمل بطرق مختلفة، ولكن في اتجاه أنه حماية حرية التعبير في اتجاه حرية المواطن. أنا اعتقادي اللي صار توا مع عزيز هو تصحيح مسار، هو ثورة تلقت من الشباب ورجعت الشباب. اللي صار مع عزيز توا نحى الضبابية اللي كنا عايمين فيها، الناس الكل متاع رانا دخلنا في منطقة باش ستعم الديمقراطية وانا بدينا في بناء دولة مؤسسات وقانون. دونك اللي صار مع عزيز كان مرة أخرى مفصلي في أن نعرفوا يقينا اللي راهو ما زالت وما فماش دولة مؤسسات وقانون، وراهو الثورة ما اكتملتش، وراهو الشباب اللي حرك الثورة وقدم روحه ووقته وذهنه وكل ما يملك للثورة هذية راهو هو اللي يخلص في الثمن الآن. هذه تصحيح مسار الثورة، مش شوية شباب نقيدوا لهم اسم حديثة ونحطوا لهم محامي ونشوفوا الكام تاعها، راهي العركة اللي هو معركة مدنية، الدولة هذي قاعدة تحاسب عباد على خاطر عملت ثورة ويسميوها ما يسمى بالثورة، اسكو ثورة ولا لا؟ وين نحن اليوم؟ وعلى طويل زاد مناش نخدموا وين ما يخرج عزيزة كهو. ونحن نحبوا اليوم كشباب ثوري اليوم جينا اليوم نحبوا نعرفوا شكون معانا وشكون مش معانا، على طويل على قدام جملة زاد. كي عبد يخرج يفشخ قدامي مانيش نقول له راه القانون يقول راه ما عندكش الحق تتعدى علي، لا مش نظري. دونك الناس اللي هوني الكل، وهذا هو سؤالي على نهار 23 ماي ونهار الاربعاء والخميس ومن هنا للغد، كان مش نبدا الحراك نتاعنا حراك بيانات، هذه حاجه. انا واحده من الناس من توا يا خويا خاتيني نمشي لبرا، مانيش باش نخرج بيان، وهذيا ماهناش نحكي في حكايه اللي يخرج فيها بيان، ماهناش قدام مؤسسه. الحرب ربما الجانبيه او الهامشيه اللي اخترقها البعض او جزء منها ضد الاحزاب السياسيه يجب ان ندفنها دفنا نهائيا، لانه عندنا معركه اساسيه مانيش نعاود نكرر نفس الكلام اللي قال قبلي، لازم نكون يد واحده الشباب المتحزب او الشباب المستقل او الشباب ينشط في المجتمع المدني ولا في غيره من اجل وقف كل العمليه الهجمه البوليسيه ضد كل النشطاء. الملاحظه الثالثه والاقتصاد، انا نعتبر كل مبادره مهما كانت حتى لقاءات موسيقيه وفنيه واجتماعات في الشارع كلها تنزل في السياق الذي نلتقي حوله، كيفاش ينجم يناظر؟ عزيز عبد الامامي قضيته هي قضيه سياسيه، قضيته هي خاطر الدافع على جرحى وشهداء الثوره، قضيه عزيز عمامي ماهيش قضيه زطله، لحنا هذه النقطه معناتها لازمنا نتفقوا عليها الناس الكل. ونقطه ثانيه لازمنا نتفقوا عليها الناس الكل، اللي كان باش نقعدوا ساكتين هكايا رانا مانيش باش نوصلوا حتى شيء، ورانا باش نقعدوا ضد البوليس بتاع بن علي اللي رجع عنا، باش نقعدوا تحت المتراك، باش نقعدوا تحت التعذيب، باش نقعدوا تحت هذاك شدوا عديه على الزطله على خاطر يطالب بحقوقه وعلى خاطر يطالب في حقوق ولاد الشعب. بالله المنظمات تقصر على بعضها وياخذوا كلمه واحده يتكلمها في بلاصتهم الناس كل كلمه جماعيه
زايد معناها موقف جماعي للمنظمات، ديجا تظهر المنظمات كلها عندها نفس الكلام، غير ما نقعدوا كل جمعيه تاخذ درج درجين تقعدوا نحن في الجمعيه الفلانيه وموقفنا كذا، خاطر ممله وتقلق الببليك. اول حاجه نتاع الليل ندلوا عليكم كلمه تتفق فيها الناس كل، اش خاص كان يقراها عم خالد مثلا باسم الناس كل، ومن بعد يتكلم شويه العزيز كون حاجه كان انتريس الببليك، ونقعدوا في انشطه حاجه معناها حيه مع الـ مع الـ مع الحضور. ثاني حاجه وسورتو معناها الناس المشاركه تاخذ الكلمات. ثاني حاجه بعد المسيره ماذا بيا بروبورتونيزم، نستغلوا لما اللي باش تصير لما كبيره ونخرجوا شارع برقيبه من بعد، ماذا بيا حاجه